جينا اليوم للضايه ديال التقدم او الضايه الحي الصناعي باش نستنكروا هذه الافعال اللي واقعين فيها، حيت حاليا كتتم الازاله ديالها من اجل بناء سوق للخضار، مارشي ديال الكرو. والضايه كتعتبر هي الوحيده في المنطقه اللي عندها الماء ديالها حلو، لانه يعني المنطقه كامله الفرشه المائيه ديالها مالحه. هي عندها الماء حلو حيت كتعمر بواحد العيون طبيعيين كاينين في التل المجاور، وهذا الماء حلو كيخلي يكون عندها بزاف ديال الخصائص متميزه حيوانيه نباتيه. وكمثال هذا النبات اللي كيتواجد مورايا اللي هو نبات تيفا، اللي هو نوع نادر، حيوانات بزاف نادره خاصه الطيور كتعيش هنا، هذا هو الملجأ ديالها الوحيد في المنطقه. عندها ادوار تربويه وتعليميه كبيره بزاف، مدارس كيجيو ليها كيديروا خرجات بيئيه، كيشوفوا داكشي اللي كيقراو في المدرسه كيشوفوه بعينيهم، لي طرافو براتيك كيديروهم هنا. كيجيو السياح، كنعرف السياح لا مغاربه لا اجانب كيجيو لهنا بصفه ريغولير. كتعتبر عاوتاني متنفس للساكنه ديال الحي، ديال هذا الحي، الحي الصناعي، حي التقدم، اللي كيجيو لهنا كيرتاحوا كيشوفوا هذا المنظر الطبيعي هذا اللي حداهم في المدينه. كتعتبر متنفس جميل جدا ونادر. يعني حنا هنايا بجوار هاد الضايه اللي كتسمى ضايه التقدم. هاد الضايه هادي هي مصنفه كمنطقه رطبه، وحنا كنعرفوا الاهميه ديال المناطق الرطبه بالنسبه للتغيرات المناخيه، ولا كمتنفس بيئي للساكنه، ولا كغيزيرفوار دو بيوديفيرسيتي يعني بالنسبه للتنوع البيولوجي، يعني واحد المكان اللي هو مهم. وهنا دابا الى شفتوا مورايا كاين لي طرافو ديال البناء ديال مارشي الكرو. في اطار هذا المشروع هذا يعني كيقاموا كينشفوا هاد الضايه هذه، ويعني هي قايله للاندثار. وحنا اليوم كنقوموا بهاد السيتينغ باش ناتيريو لاتونسيون ديال لا بوبولاسيون وديال لي ديسيدور وهذا على الاهميه ديال هاد المنطقه وان لازم نحافظوا عليها. وهاد المنطقه هادي مهمه بزاف بالوحيش اللي كتزورها والطيور المهاجره اللي كتوقف هنا واللي كتعشش هنا واللي كدوز هنايا وقت الشتاء. ومن خلال التتبع ديالنا لهاد الطيور هذه مده ديال 5 سنين، لاحظنا ان التواجد ديال اكثر من 100 نوع ديال الطيور اللي كتزور هاد المنطقه هذه، المنطقه الرطبه، واللي هي مزوده بمياه حلوه، يعني ماشي مياه مالحه. وهذا الوحش اللي يزور هذه المنطقه هذه هو وحش مهم جدا، ويجب المحافظه عليه في اطار البرامج اللي في اطار اتفاقيات اللي وقع عليها المغرب في مجموعه من اللقاءات الدوليه، اللي الاول ديالها اللي هو رامسار. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.